أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يوجد حديث عند الإمام أحمد وقد صححه بعض أهل العلم، من قرأ 100 آية من الليل كتب له قنوت ليلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول: ما رأيكم في هذا الحديث، وهل تحد القراءة به؟ والله ما اطلعت على الحديث، يحتاج إلى مراجعة، لكن المسلم يقوم ما تيسر، وكل ما أكثر فهو أفضل، كل ما أكثر من قراءة القرآن في قيام الليل فهو أفضل، ما في شك. نعم.